عزيزي المشاهد، إن هذا البرنامج مبني على مشاهد تمثيلية، وبالتالي المشاكل المفتعلة بيني وبين مريم متفق عليها مسبقاً وغير حقيقية، فلا تصدق كل ما ترى. والله ما عارفين اليوم شو نطبخ، لأن بصراحة الوقت ممل مل. يوم زينب بعد طارية تونس مع زينب، أحكي معها صحي تغلس علي وهذا، ولكن بعد وجودها زين، لكنها المنام عاجبنها زينب. أتصل لها ما ترد الحين عشان أبوها تي أول، بعد ترد الحين ما ترد علي، خلاص برايها بشوف أنا شو بسوي اليوم هي عرفت شو بسوي اليوم. أنا اليوم بسوي أكلة قديمة الأولين كانوا يسووها زين، باليوم أنا بجرب أسويها، بحاول إني أسويها. أنا بسوي اليوم البرانيوش لأول مرة بسوي، لا سويته بعد، لأني أنا سألت أمي قبل، سمعت يقول البرانيوش، سمعت بعد واحدة من ربعنا نيران أمي هناك تقول البرانيوش، فأنا قلت لهم شو هو البرانيوش كيف يعني، بس في الوصف يعني قالت لي هذه أكلة قديمة أنت ما تعرفي يعني ما طكليتي منها ولا تعرفيها. قلت لها زين أنا أبى أعرفها، أنا بعد أبى أعرف هذه الأكلة شو هي. قالت هذه البرانيوش يسموها، وأكلة قديمة زمان كان يطبخوها، بعد ما الكل يعني يعرفها، في ناس يعرفوها وفي ناس بعد ما الكل يعني يعرف هالأكلة البرانيوش، ويمكن الحين ما أعرف يعني حد يعرفها ويسويها، حد ما يسويها ما تعرف بعيد، ما أعرف الحين هل هم الحين حد يسويها ولا ما يسويها، ولا هي هذه أكلة قديمة. يعني قلت لها كيف يعني يسووها؟ قالت ما رأيت شو كيف يسووها، ما يسووها بالبصل الأخضر، قالت بس البصل الأخضر يعني سووها. حتى هاي ربيعة أمي بعد وحدة قالت لي نفس الشيء، سووها بالبصل، تفرم البصل الأخضر، ما تسوي بصل هاي الثاني، بس البصل الأخضر، تحمري البصل الأخضر أول، تحمري العيش. الحين أنا بفرم البصل ما بقول الحين ليش زينب عشان ما أتنايمة أكيد، بس يوم بفرم البصل بس. وكانت الأول يعني يسوي أكلاتهم الأولية بسيطة، تقول كان يسوي المحمر، يسوي البرنيوش، يسوي النيرة، يسوي يعني في النيرة هذه يسوها بعد فطروا فيها، كان يسوي هذه الحين يسموها الحبة الحمراء، يسموها الحين يسموها فرتاوي، الأول يسموها حبة الحمراء يعني يحطوها حتى لين الحرمة اللي تولد يحطوها ليها، والحين قام أنا شفت وايدين الحين يسووها، بس سووها بالعراس ويسووها هذا يعني يصبوها مثل يسووا ايش اسمها، كان شيء اسمه خوصة بعد أول سموها، الحين يسموها بشي يعني مثل هاي الحين يسموها شو ما بشي يسموها، الأولية يسموها خوصة مثل الخوصي، يقطعوه ويخللوه بالماء ويخلوه بالماء لين هاي دوب، بعدين يسموها كان يسموها بشي الأولين، أنا شفتهم كان يقول هذه بشي، وحد يسميها خوصة. هايك بعد كان أكل أول حتى المحلبية كان الحين يسموها كستر، اللي يسوي أول يسموها محلبية، وما كان يسوي فيها يعني الحين يسوي فيها الحليب المجفف، أول ما كانوا بس ماي وسكر وحطوا عليه شوية زعفران وحطوا هاي اللي سوونا، يعني شفتهم أول وحدة كانت الله يذكرها بالخير كانت تسويها، ويطلع طعمها حلو يعني على الطبيعة، ما يسوي فيها حليب ولا يسوي فيها شيء، كانت حلو طعمها الصراحة. وهذه الخوصة اللي هي بشي حطوها مثل الماء يوم تذهب، بعدين يكبوها داخل الواعي الصحن مثل ما بصحن طاسة غزيرة يعني، بعدين تتجمد، ما يحطوها ما كان يحطوها بتلاجات، ماشي التلاجات يلسوها برع يعني يحطوها كده يحطوها برع، وروحها سبحان الله تتجمد يعني تصير غليظة يعني مثل هذا البال كده عريضة وحلوة يعني طعمتها بعد. حتى الحين يسووها للحين، بس الحين يسموها ما يسموها بشي الحين بعد، كم مش هذا المهلبية لا شيء ثاني، هذا الجلي مثل الجلي تينوها،
الحين هذا جيلي، بس هي ما جيلي الحين، شيء منه موجود يبيعوها في السوبر ماركت، يبيعوها في الاماكن، فيه انا شفتها بس انا ما بعد اني ما اخذيت ما اخذيتها. والحمد لله وكانت الحياه حلوه، وكل شيء عندهم، نيره سووا، سخانه سووها، سخانه كان يسووها للتولد، بس الحين يسووها باي وقت، ما لازم للحرمه التولد، حلوه كان يسووها بعد، بسويها ان شاء الله يوم من الايام، بسويها انا هذه السخانه، بسوي هذا الشيء بعد يوم من الايام، بسويها قبل الفطور، اسويها حلوه تاكلها بعد الفطور، طعمها وايد حلو. انا من يومين كنت مسويتها وايد حلوه، فرتاوي هذا اللي هم يسموه حبة الحمراء، وايد بعد كانت طعمها وايد لذيذ الصراحه. ان شاء الله بنسوي لكم للبنات لين يطلبوها. زينب تباها تحبها، كم مره تقول لي حط لي حط لي، انا اقول لها ان شاء الله صبر شويه، خلينا بعد رمضان توه بنسوي رمضان وايد بعد انه، وان شاء الله بنسوي ان شاء الله بنبيب القدر. هنا هذا القدر وركبناها على الها، نمر شوية زين، وبجيب الحين السمن بسويها، بحمر العيش الرز، يعني احنا نقول العيش ما نقول الرز، بحمره الحين هذا شاخلتنا عيش أبيض بحمره، هذا اللي تعلمته منهم بحمره، اكسر على الغاز شوي، طيب بحمر العيش، خلي نشوف منه الماء شوي، بحمره لين يصير أحمر، يصير أحمر بكب عليه ماء، بسويه مع بكب عليه بصب عليه ماء، وبحط عليه العيش الثاني الأبيض، بحط عليه بس شوي بهارات، ما بحط عليه بهارات وايد، بحط عليه هذا بحمره هذا الحين، بخوزه بكبه بصحن بعد ما يتحمر، وبحمر البصل والطماط، وبعدين بكب عليه العيش هاي المحمر، العيش الثاني بحمر العيش الحين، بسوي عليه شويه ما وايد سمنه عشان يتحمر زين، شويه ما وايد عشان ابغى ياخذ احمر، هو بيتحمر حتى بدون السمن بيحمر، بس اخافه لاني اول مره، هاي ثاني مره اسويه اخافه يحترق عني ولا شيء بدون الشو، عشان بسوي لي بهذا وسوي لي زي السمن شويه. الاولين يطبخوا بسمن العدانة، هاي ما عندنا سمن العدانة، سويت لي سمن ثاني حلو بعد، حتى طعمته يعني ريحته وايد حلو، وما تطول على الغاز، خلي الغاز هذا عشان ما يحترق العيش، اذا طولت عليه بيحترق بسرعه، لكن كده ياخذ راحته يعني. مساكين الاولين عندهم الصراحه عندهم افكار، عندهم يعني يخترعوا اكلات يعني ما تخطر على البال، وعلى طول يعني ما يصير يفكر يوم يبوا يسوي شيء خلاص الحين يفكروا وش نسوي وش ما نسويهم، لا يالسين وش نسوي غدا خلاص، اليوم بنشط بخ عيش وبسوي ما ادري شو، ابراس بصل بجيب شيء ولا طماطه وبحطيها بجيب اي شيء، كان بعد هذا شو اسمه هذا العيد قبل شو اسمه هذا مثل ما المحلبيه الرشوفه هم يسموها رشوفه طحين، من طحين هذا طحين البر، يجيبوا طحين البر ويحمروه هذا ويطبخوها يسووها رشوفة ويأكلوها، وش غديك أنا وش أنا ما جربتها، بس بجربها إن شاء الله المرة الجاية نشوف كيف بيكون طعمها، بس حينا كانت أمي تقول ما يغلب ما نجلس نفكر شو بنسوي وشو ما بنسوي،
حتى هذا اللي ما عندهم حلا ولا شيء طبخوا العيش، المهم العيش هذا وجبتهم هي الرئيسيه يعني لازم. يابوا العيش قولوا لبن، قولوا لبن، يابوا لبن من هذا حالبينه مال من البقره زين، كبوه على العيش وتغدوه او تعشوه. ما عندهم يعني يلسوا ما ادري شو، حليب، حليب المال الهوش، حلبوا الغنمه ويابوا الخبز، خابزين الخبز، خبز العربي خابزينه، قطعوا فيه وكلوا، او كلوا حد منهم يحبوه مع العيش، يابوا العيش وكبوا عليه الحليب وكلوا. يعني ما يصير عيطله، بس اول كان اكلهم طازه يعني ما شيء معلب ولا شيء، كله معلبات وهذه ما تمشي معاهم، كله طازه. ذيك الحين طبخه العيش راحت لين الشاه، حلبتها ويات جايب الحليب منه والعيش خلاص منه. يلا تعالوا عيال، تعالوا هو ابو العيال، يلا بتغدوا او بتتعشوا حتى ولو في الليل ساروا. ويوم هاي العاده الاول يصيروا الخباط، يصيروا هذا السمك ذاك الحين جابوا مناك الريال جاي من البحر جايب الخباط جايب هذا، قال يلا حمد التنور، يلا حمد التنور شو لنا الحين هذا الخباط. صارت مسكينه صارت وغسلت الخباط، شو اول شيء غسلته اول الماي ما عندهم فوزات وشيء، اللي يروه من الطويان يجيبوا يعني الشل يبيب على راسه ويحله تحت حاجب على حاجب هذه حيابه حاجب التام اسمها حاجبه وتجيبها وهذا وغسلت السمكه وشر ونظفتها وماشي بهارات ما يسوي فيها بهارات ولا غيره، بلحتها تحتها في هاي في التنور شو العيش خلص منه، الشاوية خلص منه وداري ياكلوا تعشوا الليل، تعشوا ما شاوي خباط وعيش ابيض وسمن، هذا سمن سمن البلاد بكل بيت يعني، واللي ما عندها معيارتها تعطيني شويه بالفنيان اختي شويه تصغر عليها من ورا البيت، اختي اعطيني شويه فنيان انا مخلص عني السمن امامك الحين ما تقدر تسوي تتقاضي ولا شيء، اول كان يتقاضوا صار جبت سمن اعطيتها شويه سمن يا تتغدى تغدوا ولا تعشوا، وهذا الاولين كان هذا عيشتهم خلصوا وراحوا شغلتهم ولا نهي النخل ولا نهي البحر يلسوا ولا عاد يسيروا البحر وقت الصيف، وقت الصيف عاد هناك يسبنوا عرشان في الصيف، في الصيف على البحر، وفي الشتاء يشتوا بعصوب الليل يعني، رغم انه يعني احيانا يكون صيفهم جنب شتاهم بس فرق مسافه، بس يقولوا لا يخلوه يروح يصيفوا مكان ثاني، شلوا دعونهم وساروا بنوا على البحر، على البحر يسووا هالعرشان. اليوم هذا لبنوا عندي، باكر بيبنوا عند الثاني، وباكر بيبنوا عند الثاني العريش، سووا العريش وسووا مرده، ومرد بعد هذا يسموه قطع يسووا فيه الماي. زينب سمعي انت، انا برمس وانت نايمه، كانش انت عندي يعني تسمعيني، رمس امر لك انا رمس شاو النعام، كانش انت موجوده عندي وياسه تسمعيني عشان اقدر وقت ايش اسوي، رمس عمري رمس ياسه. عاد الحين انت يوم بتسمعيني بتقول هذه هبله ولا شو ياسه ترمس عمرها، هي رمس عمري هبله عشان ارمس انت ما حد زين، او اني رمس زينه وسووا شلوا هذا بنوا العريش وجهزوه وركبوا عليه الباب وسووا فيه القطيعه، سموها قطيعه حد من يسموها الزويه، الزويه هذا المخلى اللي يصيروا فيه يعني يحطوا فيه الماي وما ادري شو لان السبوحهم لهذا، هاي يسموها الزويه، حد يسميها القطيعه، احنا عندنا يسموها القطيعه، حد منا يسميها الزويه، عندنا وفي المرد بعد برا يسووا مرد بعد عن يبوا يسووا مرده وانه عشان يحطوا فيه الماي الخريجه ولا اللي يغسلوا فيه، ويسووا السبله، السبله بعيس ويضل له تحتيها، واذا عندهم هوش ولا عندهم دياي ما يبوا يخلوه في البيت هناك في الشتاء، بس يوم اداهم تغدوا ولا لهم عازه وغسلوا هذا شلوا الاكل الزايد عنهم يعني ولها وصاروا لين يعطوا لين الهوش ولا الادياء اللي عندها دياي ولا عندها هوش شلت وعا تعطي لهم هناك تاكلهم
تكل البهايم اللي عندها، واللي عندها بقرة تصير الظهر تحلبها، واللي عندها صخلان ترضعهم، يعني تعطي لهم حشيش. واللي عندها أول كان هذا البقرة أول ما كانوا يعني يجيبوا لهم، يجيبوا يسيرون خيل يدوروا الموز، جذوع الموز يجيبوا، أمي الله يذكرها بالخير يجيب جذوع الموز من 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 هذا من الخيل، وهي واللي وربعها يجيبوا جذوع الموز، ويجيبوا الموز اللي عاد ذاك المرة الموز هذا البريشي البرشي البرشي ما أعرف يسموه، والموز الفريضة يقصصوه يعني ويشوح الجذوع، هم عاي يصيروا مساكين ويشلوه يابوا هنا البيت عاي. والزغب، الزغب حامشيارة يسموها الزغب، هذه أكلوها للحش للهوش، يابوا عاد هنا الحين الأكل يشتروا العلف ويشتروا هذا ليهم الأول ماشي، يابوا عاد وداروا هذا داروا يقطعوه يسوم دا يجيبوا داس وداروا لين هذاك الحل لين الوشو، وقاموا يقطعوا الأكل هذا يقطعوا عادها بين ريلاتهم يسووا كذا ريلاتهم، ويجيبوا عاو يقطعوا من تحت الداس ها ها، ويقطعوا هذا دي كل كلاس فرموا هالوشو الجوع عادي فلقوها ويحطوها صغار عشان يقدر الداس هذا ياكل الوشو. وبعدين يابوا القاشع الأول، قاشع قاشع مال هذا يصيدوا من البحر مال البرية، يوم يروح القاشع مروح القاشع يصير يتحلوا العيال يابوا هذا القاشع، ولا السمك اللي ماكلين يعني ماكلين العظام مال العظام يخذوا يعني أي شيء مال السوكة كل شيء، التمر اللي ماكلين من الطعام الطعامي والفو ما يتوحوا هذا كله يسووا لين الأكلين البقر. يابوا هذا كله اللي تغبر تراها اللي يغبروا مغابر يسموها، يبحثوا لها يفر في الأرض، في وحدة عندي يارت احنا نسميها ما شاء الله يرحمها كم سنة توفت، كانت عندها بقر كانت تغبر ليهم يعني تبحث الفنو في الأرض تسوي رخيص يدور رخيص حتى رخيص الأول هذا مال العطب يدوروا عشان يبحثوا الفر ويحطوا هذا البرام ممزورة طعمه مال البقرة ودكوا عليها وولعوا ضوء وخلوها تطبخ مدفونة لين بالباكة بكر عصير يشوفوها مرة تغدي حمرة مثل الرقاق، واللي تطبخ في البيت أمينا شافت إنها تطبخ طعمتها في البيت ما تسوي هذا، تجيب هذا وتقطعه وتحطيه داخل تجيب بيب درام بيب كذا كبره تجيب، سمعتيني زينب ليش ما تسمعيني؟ زي خبرش عن أمي يوم كانت هذا تطبخ لنا الهوش ولا البقرة، ودارت عاد حطت عاد سبحان الله الحين يقولوا ياكلوا الاكله يسووها الحين شو اسمها هذه المطبق والماندل شوف نفس الشيء كانوا يحطوا لهن الخليط بين مثل المقطع قلت لهذا المطبق سووا تحت شو اسمه القاشع والطعام والتمر حطوا عليه من فوق من هذاك حطوا عليه لين يعني يسووا رضايف رضايف يعني لين انتزرع بعدين ركبوه على الضوء وكبوا عليه ماي وخلوه حطوا عليه حصام فوق عشان يتم هذا صالح حطوا عليه الحصام فوق خلوه عشغل حطوا عليه الضوء حطب اول ما ساكن وخلوه عادي تو يطبخ يطبخ مره طول النهار يطبخ مركب ياكل شو على الضوء يطبخ لين ينضى يغدي احمر احمر مثل الصالونه الحمراء مرة يخلوها بعدين عانى الشو يا ابو عاد غرفوا لين البقرة يعني عشوها ولا ريقوها كان اول عندهم هذا شيء كذا نسيت شو اسمه بعد مثل المصبة شيء يسووا اكل مطعم يسووا فيه كمان مطعم كذا كبير من خشب هذا مصنوع من خشب كانوا يحطوا فيه الاكل لين 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 البقرة يغرفوا ويشلوا كله عاي اكلوا البقرة عشان تاكل كان عندها ولد بعد هذا يابو عندها يشربوا المديد هذا الماي الذي هو يصبوه فوق الطعمة يسموه مديد الطعمة يعني مثل الصالونة كده بس خفيف بس أحمر مثل الطعمة يحطوه عاي يكبوا على الأكل هذا ترى هو في البيبي يكبوا الأول يغرفوا بالهاي بداخل المطعم وبعدين يحطوا يغرفوا بالداخل مثل الخاشوقة غليليهم صاب بعد مغراف يسموه المغراف
يعني في شيء عندهم مغراف يسمونه، يغرفوا يكبوا على هذا وياكلوا البقر، والبقره وش مثلها تصير يعني بالنسبه لهم، هم كثر اكلهم مطبوخ لهم ما الحين، يوم يصير ما شاء الله عليها البقره، يوم يصير يحلبوها الضرعه مالها المتن كلها حليب، لانها متروس من الاكل، حتى يوم يصير يحلبوها بعد يوم ما تطيع البقره هذا تهد عليهم الحليب، يابوا لها ولدها ويلسوا قدامها. سبحان الله، يعني عندهم فطرة الأوليين، يعرفوا كيف، حتى البهايم يعرفوا كيف يسايسوهم عشان يهد لهم الحليب، يابوا هذا ولدها وحطوه قدامها عشان بس يهتد هي، يعني يوم تشوف ولدها قدامها بتهد الحليب. الحين هذا حمرنا العيش، ما حمرت وايد، مفروض احمره اكثر عن كده، بس انا ما حمرت وايد. عشان زينب ما حد سويت بسرعه زين. هذا العيش الحين انا حمرته، بس بعده ما تحمر، يبقى اكثر من كده. الحين بعس هذا القدر، ما ابغى فيها العيش، عشان بحط البصل، بحط فيها البصل. الحين بحط البصل الأخضر. يلا لزينب هنا بعد بتأسس لنا، تنظف عندنا شوية على الأقل، يعني نظف المكان يوم ما تشتغل هي، لا يات ولا شفناها. الحين تتصل لها التليفون تقول بنا ما ترد على التليفون. الحين بس أنا ما أسوي سمن هذا، أسوي لها سمن ثاني، يعني ما أسوي سمن زيت، يعني زيت ما أسوي زيت. سوينا الزيت، بسم الله بسم الله. الحين نحمر الزيت، نحمر البصل الأخضر، لأن هذه الأكلة بالبصل الأخضر تتسوى زين. بعد ما حمر البصل بتوح عليه الطماطم، حط الطماطم زين، وبعد ما تروح الطماط خلي شوية بصل يستوي، وبعدين بتروح عليها الطماط، وبتروح عليها شوية فلفل أسود، لأن الأوليين ما كانوا يعني هذه الأكلة تقول لي ما يحطوا فيها بهارات وايد، بس شوية كركم شوية كمون فلفل أسود. وهذه الأكلة هي اسمها البرنج، بس ما أعرف يعني يمكن في ناس تسميها اسم مسميات ثانية، يمكن بدول الخليج غير، يمكن يعني منها، يمكن بس أنا اللي عرفتها بالإمارات، يعني عرفتها يعني أنا اللي خبرت عنها إن هذه اسمها وهذا اسمها، يمكن في ناس تطبخها على طريقة غير، يعني طريقة ثانية، يمكن مش هذه مش نفس اللي أنا شفتها وتعلمتها، يمكن طريقة ثانية بعد يسووها. وهذه تقول يعني ما يسووا عليها أشياء وايد، يعني شوية كمون شوية قرفة شوية هذا بس، ما وايد يعني. الحين بسوي الطماط، على الطماط شوي، بس أنا سويت عليه طماط، يمكن في ناس تحط عليه شيء ثاني، بس أول ما شيء عندهم إن الطماط والبصل الأخضر، يعني والبصل هذا فيه موجود، يعني إيش سووا هذا هاي أكلة اللي الأكلة القديمة. خلي الحين شوية الطماط عليها يدوب شوي، أنا أبغي يعني يكون شوية فيها، يعني الطماط ما بقى مستوي وايد، والبصل ما بقى ينضي وايد، لأن بعدين يوم بغرفه بالصحن يكون مبين اللون البصل الأخضر فيها، على الأقل اللون البصل، الطماط يعني هذا ما مشكلة، بس اللون البصل يكون مبين فيها.
وفي عيش الأبيض ثاني، هذا العيش المحمرة أنا بس ما تحمر بعد زين، لازم يكون أحمر زيادة عن كذا، بس أنا استعجلت عليه. والعيش الأبيض الثاني بعد بطبخه مع بعض، بس ما بشخلله، بحط عليه الماء مقداره، بحط عليه بس ملح وليمون أخضر، عيش ويابس قصدي، هاي حالاتها بالليمون اليابس، لأن أنا سويتها من يومين سويتها، فحطيت عليها اليوم يابس، يعني كان وايد الصراحة كانت وايد وايد طعمها حلو، لأن أنا أول مرة أكلها، يعني ما قبلت هذه الأكلة، ولكن يوم خبرت لما قلت لي لازم أسويها، فقدرت سويتها، وصراحة طعمها وايد وايد، واللي عندي كلهم اللي كل منها كلها عجبتهم، يعني وايد كانت لذيذة الصراحة. هذا ليمونها، أنا قبل عام قطعت إنه ليمون يا أخضر، قصدي يابس، لوميتين مسوية عليها، وهذه القرفة بعد بكسرتنا سويت عليه، هاي يعطي نكهة يعني في الأكلة، وبحط عليه شوية حبتين هان، حبتين هان، ممكن أحط عليه هيل ناعم عندي، بس أنا أكتفي أحط عليه بالهذا ليمون الحبس، هذا ما بحط عليه ليمون، وش اسمه هيل الناعم، خليها بالهذا الهيل، يعني الهيل الناعم ما بحط عليها، بحط عليه هناك في البيت أنا، يعني عندي حطيت أمس حطيت عليه شوية هيل ناعم، اليوم ما حطيت عليه الهيل الناعم، حطيت بس الهيل الحب، والحين بعد ما هذا بس بصب عليها، بسوي عليها أنا وش اسمه شوية كمون اللبز، هذا بسوي شوية بس، أنا ما أبغى تي حمرة أو شيء، بس شوية بزار شوية بس، وشوية كركم عشان ما بلون العيش الأبيض يروح أصفر، ما أبغي أبغي يطلع اللون نفس الشيء، عشان كذا ما بسوي عليه زين، بحط عليه شوية كمون شوية بعد بس عشان الرائحة ما علشان شيء. هذه هي هذه بهاراتهم الأولية، كنت الأحمر حار ما بسوي عليه، بحطيه ملح ملح، نشوف وين شيء زينة بعدين تصف عمل ملح زين ولا ما زين، لأني بسوي ملح لأنه بزيد ماي، لأن العيش يكون مع هذا مثل المقبوس، يعني ما بشخلله التم هو نفسه يعني مثل المقبوس زين، بكب عليه ماي، نجيب الماي، الماي على قياس، انا ما بسوي عليه ماي الحين وايد لاني اخاف العيش يعتين وانا ما اريده يعتين، بحط ماي شوي وبعدين بزيده اذا حسيت انه يبى ماي بزيده ماي، بس الحين ما ابغى ماي وايد شوية بس، لأنه طماط وبصل هذا ما لحم ولا في زيادة، على أساس إني أدرسه ماي وأقول عشان لين ينضي اللحم أو لين ينضي، بس بخلي لين شوية يطبخ. زين الحين بشيل هذا الصحن على أساس إني أبحر السمكة. حالات الأكلة مثل ما قلت أنا الحين ما حطيت بصر عليه شوية، ما حطيت هذا جبت منه مثل ما قلت أول، خلط البزار والكمون والملح مع بعض عشان أبهره مرة واحدة، يعني ما أني أحط منه ويب أبهره مرة واحدة، وإذا حسيت أنه محتاج زيادة جبت مرة ثانية، إذا حسيت أنه بس مكتفي خلاص حط بهذا الصوب، أنا مقطعتهم هذا بهارته شوية بس، بضيف عليه شوية شفتوا محتاج بزار شوية بس، بعد ما بحطيه عليه هناك بحطيه هنا بالصحن بزار بحطيه عليه، لأن حسيت الغشم هذا
سموه غشم، بس احنا ما مقطعين الغشم، خلينا الغشم كامل. يعني المفروض احنا يوم نقطع السمك يقطع هذا الغشم، هذا يقط، بس احنا عشان مقله حلو يوم يكون فيه الغشم، يوم يدور ياكلوا السمك المقلي ياكلوا هذا الوشوي، احد ياكل العين، العين حلوه ترى، وفيه والراس هذا فيه مخ مثل المخ بعد يكسروه. الناس يقول له قال لك ترديت؟ قال لي لا، قال لي اكلت يعني مثلا العظام وهذا؟ قال لا، قال لا ما ترديت ولا تعش، ما دامت كنت ما مصمصت العظم. الاوليين يعني يتضاربوا على العظم السمك، الاوليين يقول يعني يوم مثلا حاجه وحده تقول يعني مثلا يوم يستشاور تقول انا بالراس، هذا يقول نبغى الديل، هذا الديل كان الاول يسموه عقب، خلوه يقصوه. ومتى يعني مثلا الحين يوم يجي الاب ولا هذا جاي من البحر جايب سمكه، العيال يتداوروا بالاب يوم يقطع السمكه على شو يبغى العقب هذا مال السمكه، يقطعوه يشووا لهم عاد يوم يوم الدور تسوي الغداء تطبخ لهم هذا العقب. وفي منه في حبل، يعني السمكه مثلا القباب والهذا في حبل، الحبل هذا يطلعوه من داخل الوشو، هذا بعد حلو يطبخ بالصالونه معاهم او يعني يشووه بعد حلو. فهذا والاولين يعني وشو اكثر شيء يحبوا يمصمصوا العظام، يعني الراس، العين، العظم، العظم هذا مال السمكه روحوا فيه، يعني متكسروا فيه مثل الماده داخل، هذا يصير مصمصوا يعني هاي اسمها اللي هنا بعد الوش اسمها كلها 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 يعني العظام مال السمكه يصير مصمصوها الاولين. هذه يعني ما يحسوا بطعم الاكل إلا يوم يمصمصوا العظام، خصوصاً عم معصور عليه ليمون وهذا. الحين سوينا شو هذا، خلينا الحين السمك اللي شو اسمها الطماطم والهذا مع ال... مع ال... الشو، خلي شوية أضيع. إلا الحين الطماطم بدأ يدوب والبصل صح لونه يعني تغير لونه، بس يعني فيه حلو يعني. الحين انا بتمشي وبعدين شويه بخليه بكب عليه العيش، بكب عليه العيش المحمر وبعدين بكب عليه العيش، لانه العيش المحمر هذا اللي محمرته اللي ما استوى زين يعني ياخذ استواء اكثر عن العيش اللي هو ما محمر، لانه هذا مقلاي وتي حبته يابسه، فلازم شويه ينطبخ ياخذ شويه لين ما يتلين شويه حبته. بعدين هذاك العيش الثاني الابيض عادي يعني بسرعه يستوي لانه بعد مغسول ومجفف، لكن هذا لا. الحين هذا دي بخليها لين ما احط اكب العيش، وبعدين اخليها شويه تتبهر، ديت شو قصدي هذا تسوي، اخلي هذا تتثبت للبهار. الحين بتروح العيش المحمر اللي انا حمرته من قبل شويه زين، بتروحه بخليه شويه يغلي مثل ما قلت، هذه حبته تبى شويه لها تبى يعني لها ما بشوف بعدين عاد الماي حسب الماي اللي انا، اذا حسيت انه بعدين العيش يريد ماي بزيده ماي، اذا حسيت انه ما يريد ماي خلاص بكتفي بهذاك. الحين عاد بغطى عليه شوي بخليه لين شويه يطبخ، وبعدين بجيب العيش الرز الثاني، العيش الثاني احنا نقول عيش، ما حد يسميه رز احنا نقول عيش. الحين جبت العيش الابيض، حد يقول رز احد بهذا العيش الابيض. الحين بشيل التركيبه هذه هناك، بقصر على الغاز وبحط بحول القدر هذه على العين الثانية لين أنا أحمر، أجيب التاوة أحمر السمك وأخلي هذا على القدر الثانية زين، بشوفها شوي تبغى ماي بعدها، بس يلا خليني أول أصب الماي أصب العيش عشان يستبخ معاهم. نشوف العيش ثاني المحمر اللي انا محمرت انه هذا احنا عيش الحين هذا الاحمر المحمر مع البصل الاخضر والطماطم زين. نشوف الحين حبته هل استوت شوي عشان اضيف عليه هذا، يبغى بعد شويه ماء
بضيف عليه ماي شوي، بضيف عليه ماي شوي بخليته، لازم ماي يبرد بس ما بسوي ماي وايد، شوي اخاف يطلع عجينه ولا شيء، على حسب كل ما راد يبغى ماي انا بزيده ماي، بس ما اقدر اسوي له ماي وايد عشان يطلع عجينه، لو طلع عجينه عاد يضحكوا على بقول انت طبخش عجينه، ما هو ساعات يصير عجين، احنا نحبه بعد يوم يكون عجينه. الحين عاد انا بسوي اول بتوح العيش وبعدين بسوي بحمر هذا، بسوي العيش الحين هذا الابيض، عيش الابيض بتوحه على العيش المحمر هذا انه عشان يختلط معه زين. هذا العيش الابيض اللي انا سويته اصفيه من الماي وبتوحه عليه، وهذا خلصت اشيل الحين هذا بس لازم اشوف بعد ملحته، بس اخليه لين يتور اول، بغطى عليه الحين اجيب التوه عشان احمر السمك. مسكينه يا زينب، يعني هي تحسبني ما بطبخ يوم هي ما موجوده عندي، بطبخ لا كل يوم تختار لي طبخه وتختار لي طبخه، والحين قالت خلاص ما جايه على الأم والله بعد ولو ليها يعني دور أمر عليها زينة. الحين اليوم أنا لا حايسة ولا يصرح بالمطبخ، أجيب هذا وأسوي هذا وأجيب هذا، طالع بعي يقولون أنا وياها تحضر لي شيء، لكنها ما يعطي شو أسوي لها يعني، ما تبكي هاي بنها النوع. إن شاء الله ممكن تجي مرة قبل يخلص رمضان، يمكن أشوفها هي بتي على الفطار، بتي الفطور بتي، لكن الحين منضمة هاي بنها النوم. ما علي يا زينب، ما مشكلة براحتك. ما هذا الحين العيش، ما علي يا زينب فاتتش اليوم، انت ما بتجي ولا طعمش اليوم ولا طرش ليش، بعد كنت اقول اذا ما بتجي بطرش لها شوية عيش الحين ولا طرش ليش، خليش يوم هايتي عندي المطبخ ولا طرش ليش شيء، خليش بناكله رواحنا نفطر عليه. الحين انا بحمر شوي بسوي ذاك السمك المقلي عليه زين، حمر السمك وبناكله نفطر عليه، باقي شوي بعد انه عن المغرب يعني عندنا فرصه لين ما ينضي السمك ويضي العيش، عندنا فرصه. خليش انت ولو عندي شيء، ولو انت عندي الحين كان ساعدتني على الاقل سويتي شيء، سويت لنا على الاقل على رايس زلاطه، سويت لنا شيء سويت لنا زين، جبت لي الصحن جبت لي الطاسه راولتينا يعني بينا وياه شويه، لكن مسويه مهيله علينا. يلا ما مشكله الحين اخلل الزيت لين يحمي واحط الدجاج اسمكه بحركه خلي السمكه لين هذا ان شاء الله علينا بالعافيه ان شاء الله تطلع السمكة بس زين. اليوم أشوف السمكة شوية كبيرة، متعودة أجيب السمك صغار شوية للمقلية، عجبني أنا السمك اللي يكون أصغر، اليوم السمكة شوية كبيرة إن شاء الله تكون ما تكون يعني باسلة لهذه السمكة، يعني في منهم يسموه باسل السمكة باسلة مثل الرطب ولا هذا يقولوا باسل، إن شاء الله تطلع زينة. الحين بكسر على الغاز شوي عشان اسوي السمكه عشان ما يطش علي الزيت. اي زينب ان شاء الله تعال، ما احنا لهنا بتعلمي ما تجي منك مطول علي الغاز وتحط السمكه. السمكه بعد يمكن اقطعها قطعتين لان احس انها ما بتجي، بقطعها قطعتين. جبت السمكة سكين عشان أقطع السمكة قطعتي، لأن أحس إنها ما زين، أحسن بعد عشان تستوي أحسن بالطبق بالقلاية.
هني يالف اللي بياكل الراس بمصمص الراس. طلع حتى قفازي نقطع وشو بس ولا فص خليهم ما اخلص الطبخ خلي نقطع ما نقطع برايه انا شويه وبخلص. خلي السمك لين يمضي. خلصت الحينه هذه وديها هناك. زين الحين السمك لازم تبقى خليه شوي على نار هادية احسن عشان يستوي احسن. اليوم على النار الهادية شوف العيش وهذا العيش يستوي بعد. شوف حبته لا ناضية ولا ما حية حبته لازم تكون. اشوف الحبة مال العيش مستوية ولا لا بتستوي. خلاص بتستوي. خلي خلص هذا شوية. خلي السمكة الحينة وهذه أكلة الأوليين. هذه أكلهم يسوي البرنيوش ولا يسوي المقطعة المقطعة ولا يسوي شو اسمها المرقوقة. هي المقطعة في ناس سميها مقطعة. الأولين سموها احنا عندنا هنا يسموها مرقوقة. لحد الآن يسموها مرقوقة مقطعة بس الحين يسموها مرقوقة. فهي نفس المسمى يعني في هاي في الخليج كامل لكن في كل مكان. ولكن ما اعرف عاد مسمياتهم هناك شو. احنا نقول مرقوقه هاي مقطعه مقطعه. ليش مقطعه؟ لانهم يسموها يعني يبوا الطحين مغوي يحطوه مثل عجينه التعصى وبعدين يفردوها. وطبعا يسووا الصالونه اللي على حسب ما يري الاولين وش يسووا مساك بصل وطماط وهذا اللي حطوه والبهارات وعجنوا ومرسوا الماي بحلو شو كبوا بعد داخل وبعدين جابوا القرصان قطعوا وتاحوا داخل الصالونه واستوت. قالوا مقطعه سموها مقطعه. هنا يسموها وشو مرقوقه. الحين يسوي لها الفلفل الاخضر يسوي لها شو يسموه يكب عليها صلصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوفنا بنشوي يعني على حسب الواحد. حسوي عليها بطاطس يعني نحط عليها على حسب ما يريد الانسان. بس حلوه بقى تطلع في هذه بطاطس والطماط ولا ولكن انا هذا الشيء الوحيد اللي انا ما احب اسويه البليان. البليان ما احب احطيه في هذا لانه يعطي مراره صراحه. لي استخدامات ثانيه اللي يعني اشياء ثانيه اسويها. اما هذا ما احس ان هذا السمكه مش هذا كاره مش السمكه يعني اللي هو زين طبيعي. احس ان السمكه يوم تجي كاره مكرشنه كذا يسموها كاره. الاولين يقولوا كاره يعني يوم تجي سمكه مكرشنه احس بها ان هذه ما سمينه. هذه السمكه ما سمينه يعني ما فيها دهن. عشان السمكه السمينه يوم تحطيها على بهذا بروحها يعني كانها فيها دهان تفرز الدهان يعني فتفتقدي زينه. اما هذه اللي ما فيها دهان كرشن يعني الا على هالسمن اللي احنا نسوي لها. عشان كذا يسموها كارشه سمكه. زين ايه يا زينب قلت تاكل من هذه الاكله سمك المقلي مع العيش البرانيوش. قولي شو هذا البرانيوش بعد؟ شو هذا البرانيوش بعد؟ خطر على الغاز على الاخر عشان ما احنا عاده هم الاوليين كانوا حتى للحد الان يعني يسووا مش بس الاوليين حتى الحين يعني العيش يبوي يسكر نقول بنسكر العيش. سكر العيش يعني حطه تحت شيء كذا حديده او شيء مثل هذا الغطاء حطوها على الغاز وشغل الغاز يخليه لين تحمي وبعدين قصه على الغاز على الاخر وحط القدر عليها عشان ما تحترق القدر عشان ما يحترق الاكل في القاع القدر. اذا حطيتي هذه ما يحترق كسرتي على الغاز تشيل حروره للغطاء
الغطاء هذا الحرارة ما لها يصير لين الأكل فوق، فتي يعني ما ينحرق لك. لكن مثل أنا الحين ما سويت شيء، يمكن القدر الأكل اللي داخل يحرق على حسب إذا أنا مطولة عليه وايد ولا مقصرة عليه وايد على حسب. بس أنا خاف الحين من هذه السمكة تحرق صراحة، بس لي السمن بعيني بعد يقول العين عليها حارة، ولكن ولو بعد الحذر واجب. زين أنا أحب يوم أخلص السمك أحب أنكسر السمكة كذا عشان من داخل يتحمر هذا اللي تحت. أحب أكبها على مش بس على الجانب والجانب هذا لا، أحب أحطيها بهالطريقة، وأحب أحطيها بعد على قدام يعني على عشان يسطيها يعني الزيت يسويها الضوء ويتتحمر زيادة. هذه الطريقة يعني. زين هي بيخلص الحين، بتخلص طلع الغاز شوية. سكينة زينة ما بتاكل اليوم من الشاوية، تبغي تعالي بتصل ليش بعد ما خلص فطور أطبخ إذا بتشي ولا ما بتشي. إذا ما بتشي ما بطرش ليش فطورش. تبي تعالي، تبي تعالي كلي معانا فطري معانا، ما بسش من النوم تعالي. ما صدق أنا نايمة للحين، بس ما تبي تشي ولا أنت ما بتسمي نايمة لين الحين قرب المغرب. أكيد أكيد يالسة طالع التلفزيون يمكن يالسة تشوف فوازير ولا تتابع شيء من مسلسلاتك اللي تحبيها. ما أعرف شو تحبي من المسلسلات، قاعدة تتابعيها وسوي عمرك مشغولة. أنا ما أقدر أي مشغولة يا سماء التلفزيون الحين، عشان كذا ما بطرش ليش فطو. تعالي تبيتي تعالي فطري معانا. زين الحين أكيد بخلص هذا السمك. الحين خلصناها غلينا وخلصنا طلعت، وهي أنا خايفة عشان ما تطيح لي طش لي زيت بعيني. هذه تستشعر خلصنا السمك التقلية. أشوف العيش، عيش البرنيوش، حتى البرنيوش بعد مثل ما قلت لكم يعني هذا يطبق القدر إذا ما سويتي تحت شيء يعني. لا يعني تبي تطبخي لازم تحطي شيء تحت هذا الغطاء وتكسر على الغاز على الآخر وتخليه ياخذ راحته. بيطلع ليش الحبة هاتك انت ترى بروحها يعني، لكن إذا طولتي على الغاز وانت ما وشوب عليش لكن ليش بتاتجي. والسلام خطي. هذا ابويا زينة. ايه هيا زينة مايتي مايتي زينة فوات توتي شو الأكلة حبيناها. أباك إن شاء الله نفسنا نسوي عصيدة، لكن الحين ما وقت العصيدة، عصيدة الطحين نسويها إن شاء الله باكر. فبنيد على الغاز الحين خلاص انتهت. أخيرا خلصنا أكلتنا مع اليوم اللي هي مثل ما قلت لكم أكلة شعبية قديمة. زين ولكن في هاللحظة تذكرت شيء، إنه كيف كانوا في ناس قريبين منا، خصوصا الأم والأب اللي يفقد أبي الله يرحمهم واللي يفقد أمه، كانوا قريبين منا وناس عزيزين على قلبنا وقريب منا وايد، أهلنا جيران حتى الجيران، الجارة اللي سمعت منها الكلمة الحلوة، الأخت، الخالة، العمة، العم، يعني في ناس قريبين منا دائما، بس إحنا عمرنا ما حسسناهم إن إحنا نحبهم وهم قريبين لقلبنا. ولكن فجأة سبحان الله أي موقف يخليك تتذكرهم بهاللحظة، حتى عيني دمعت
وأنا أتكلم من صدق يعني، وبالهنا والعافية على اللي بيفطر من هالأكلة.